هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا مناح ومبسوطين وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو هلا. سو اليوم الفيديو حيكون فلوج عن العمليه اللي عملتها قبل فتره. اذا ما كنتم فاهمين عن شو عم بحكي بنصحكم تروحوا تشوفوا الفيديو الماضي، رح احط لكم اياه بشي مكان حوالين الشاشه، في هيك اي خطوا عليه نقطه بشي مكان هون او هون. سو ضغطوا هون او هون مشان تشوفوا اخر فيديو. ليش عم صور بدايه الفلوج هلا؟ لانه ما قدرت اصوره، لانه اصلا العمليه كانت الساعه 6:30 الصبح وصحيت الساعة 5 وما لحقت انه صور بسرعة لانه كنت رح اتأخر على العملية لانه صحيت شوي متأخرة. يلي كان عم بيصور الفيديو كانت نور. حابة اقولكم اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر مثل هاللون وحطوا لايك للفيديو، حطوا لايك كثير كبير للفيديو. بسألتكم على الانستغرام قلتلكم اذا حابين ننزل هذا الفيديو اول او فيديو مقلب رفيقتي، بس كثير كثير منكم كنتوا حابين تشوفوا هالفيديو اول شيء. بس فيديو مقلب رفيقتي مقلب كثير قوي رح ينزل يوم الجمعه، سو ترقبوا له. قلت لكم بالفيديو الماضي انه كان لازم ضل صايمه لشي يومين بدون ما اكل اي شيء، فيني اشرب مي بس فيني اشرب مي وفيني اشرب اشياء صفراء وبظن بردانيه ويمكن خضراء. قبل العمليه بيوم كان لازم اشرب دواء وبصراحه تو كان المفروض اشرب الساعة 6 العصر، انا الهبلة صحيت الساعة 6 الصبح مشان اشربه. بنفس اليوم يلي نزلت فيه الفيديو الماضي يلي هو كان يوم خميس كان لازم اشرب الدواء تبعي لانه يوم الجمعة كان عندي عملية صح؟ سو شربت الدواء نزلت الفيديو ورحت نمت. بعد شي ساعتين صحيت بطني كانت عم بتوجعني كثير، استفرغت على امي ما بعرف ليش عم اقلكم. خلينا نبلش بالفلوج. في حمرة بنين، شو احساسك؟ قولي عادي. خايفة؟ لا تخافي، نحن هلا بالمستشفى رح نعمل هاي العملية لبنين لنعرف شو مشكلتها الصحية. بنين عم بيحطوا لها الضغط وعم بيقيسوا لها الضغط والقصص هاي قبل العملية. لابسة الشوز تبعي، حتى هون لابسة الشوز تبعي. هاي الممرضة، هاي الأجهزة هون. بنين بحبك، انت أحلى أخت بالعالم. Hey guys، صغيرة تياب بنين. هاي بنين، شو إحساسك؟ كل شوي بسألك شو إحساسك. إحساسي ما عندي إحساس حبيبي، بس عم بقرب هيك على وشك. yeah. هاي وراءة جايز، هاي الغرفة اللي قاعدة فيها وجرابات لبسوها، هدول تيابة، هاي حذائي كمان. ليه بتلبسي تيابي وحذائي؟ جاهزة للعملية؟ الله معك إن شاء الله، توفيق والخير. إجوا ياخدوها وهي هي المشفى جايز. وللأسف ما كان فينا نصور لما كنت عم بدخل العملية للأسف وما كان فينا نصور العملية لأنه غير مسموح، ما بيصير للأسف كمان. بس ليش بدي صور لكم العملية يعني؟ ليش بدكم تشوفوا حدا عم يتألم وهو نايم؟ خليني أحكي لكم أول تجربة إلي مع المخدر أو المخدرات، مش مخدرات، البنج بسموه. والله بصراحة كانت تجربة حلوة، حسيت إني ما بعرف كيف بدي افسر لكم يعني. سو بالبدايه قالت لي المره ما بعرف كيف بس عندهم طعم للمخدر، يا بالموز يا بالفراوله يا البطيخ الاحمر او هيك شيء. سالتني الممرضه قالت لي باي طعم، قلت لها بالبطيخ الاحمر، وبعدين قالت لي انه هذا الغاز اللي رح ينايمني بسموه غاز الضحك لانه بضحك الشخص. فانا قلت ليش بدي، ما رح اضحك، ليش بدي يضحكني؟ دخلت على غرفه العمليات يا جماعه، دخلتني ما بعرف شو دخلت بايدي وهون ومن هنيك، هلا ايدي بتوجعني من الابره اللي حطوا لي اياها هون، ما بعرف كيف بس لازم تفهموا من تفسيري. حطت الماسك على وشي وفتحت الاكسجين او الهواء وهيك عم شم بس هواء وريحه بطيخ. يعني تخيلوا ريحه بطيخ وهواء. سو انا براسي كنت عم اقول شو هاد، كيف بدي نام يعني؟ رح ضل هيك ساعتين بس مشان نام. وهيك فجأة يا جماعة حسيت حالي عم طير، يعني ما فيني افسر لكم الشعور اللي حسيت فيه. حسيت حالي عم طير وحسيت هيك، حسيت مثل النمل على كل جسمي، هيك حسيت مثل النمل على اجري وعلى ايدي. وبعدين ما بعرف ليش بلشت اتضحك، الممرضة واقفة فوق راسي بتقول لي ايه بلش يشتغل الغاز، وانا بتضحك وبتضحك 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 وبتضحك، وبالنهاية نمت. قبل ما تشوفوا
الجزء لما تخدرت او بعد التخدير ولما كنت عم بهدي يعني باختصار حابة اشكر نور اختي العزيزة على اسئلتها الخنفشارية وطريقة تصويرها الخنفشارية كمان. شوفوا Do you want bananas? Fruits? Bananas? You want banana? Potatoes? It's me. Who? Me. You are a potato? I'm a potato. What? A potato. I can't hear you. Do you like potatoes? I like. Are you a potato? I'm a potato. You're a potato? A potato flew around. تحبي نور؟ I love you. You love me? I love you. Who else do you love? I love you too. She's so cute. Mini. Mama. Hi. Hi, Benny. Hi. Who's your crush? Me. I knew it. Who do you love, Benir? I love you. Who do you love the most? You and you and you. مين بتحبي أكتر شيء؟ Me. مين بتحبي أكتر شيء أكتر شيء؟ Me. وبعد أنت؟ You. مين أنا؟ نور. تحبي نور أكتر شيء؟ Yeah. ليه بتحبي نور؟ ها؟ بحبك. ليه؟ لأنه شو؟ بنين؟ A lot. Do you love your mom? Food. I love your mama. قد إيه بتحبي ماما؟ How much do you love, love mama? You, Ma. How much? How much do you love mama? تحبي وليد؟ I love you. I'm not وليد, I'm نور. Who do you hate? ما تكرهي. اعطيني اسم شخص كثير بتكرهي. McDonald's. مين؟ McDonald's. 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 You hate McDonald's? I love you. بنين مين بتكرهي؟ Devil. ها؟ Devil. الشيطان؟ Yeah. غير الشيطان. No one. ها؟ No. No one. Nobody. ما بتكرهي حدا؟ No. نور سمينة ولا نحيفة؟ نو سمينة ولا نحيفة نور؟ أنا قولي الحق. أنا أو What's hurting? تحبين بابا؟ بابا ما بتعرفي بابا؟ تتمنى يكون عندك بابا؟ ماما ماما ما بتتمني بابا؟ ماما ما بتتمني يكون عندك بابا؟ بابا يعني انت ما بدك يكون عندك بابا؟ بنين ماما حبيبي ماما بنين هو بالسلامة ماما بعد ماما بعد ماما 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 بطنك انا انا نور مش جدو عم تحضني شو بدك من جدو I love you you miss him ها huh?
احكي له شيء، شو بدك تحكي له؟ ميسيو. يو مس هيم؟ اشتقتي لجدو؟ اوكي جايز، سو قبل ما نخلص الفيديو في شغله كمان لازم اقول لكم اياها. كثير سالتوني عن العمليه واذا عرفت شو صار وليش سبب النزيف اللي عم بيصير. ما بعرف باختصار، الدكتور ما لقى اي شيء، لقى التهاب بالمعده بس هذا الالتهاب شيء ثاني ما له دخل بالنزيف اللي عم بيصير عندي. كنت مفكره انه كان عندي قرحه بالمعده او هيك شيء اسمه، او كرونز ديزيز، ما بعرف شو اسمه كرونز ديزيز بالعربي، بس للاسف لهلا ما بعرف شو فيني. قصوا كم شغله من بطني وهلا هن عم بيحللوا فيهم، لما تطلع النتيجه رح يتصلوا فينا رح يقولوا لنا كل شيء، بس لهلا ما بعرف ليش عم بنزف. و اذا عرفت شو فيني وليش عم بنزف اكيد رح يكون السبب. احتمال كثير كبير انه اقولوا على انستغرام، سو اذا ما كنتم متابعيني على انستغرام تابعوني، ما بعرف شو منتظرين. وبس هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. اذا حبيتوه ما تنسوا تحطوا له لايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناه، وما تنسوا تحطوا رايكم تحت التعليقات لانه رايكم كثير بيهمني، وبحبكم للامل والجوع. باي.